إذا الآن لو بدنا نثبت حاول نثبت هذه هون رياضية تذكروا في عندي فيس شيفت إن تايم زيرو تذكروا لما بنحط إحنا ثري ريسورسز بالسيمولينج بنقول شيفت لاجين باي 120 ديجريز لاجين باي 240 ديجريز لكن أنا كمان في عندي بالفضاء في عندي 120 درجة فعندي هذا اليو أوف تي اتجاهه هيك هذا عندي اتجاهه خلينا نسمي هذا الـ WT وهذا هون الـ VOT وعندي هون أنا هدول أنزلهم على two axes X of T و Y of T فراح نحط هون هذا راح نسميه هذا الـ X axis وأنا راح أحلل كل شيء على X axis و Y axis عشان أقدر أثبت إنه بصير عندي rotating magnetic flux إذا عندي هذا vector وهذا vector وهذا فيكتور اطوال هاي الفيكتورز بيعتمد على هدول اللي موجودين هون واضح الاختلاف بين هذا وهذا هذا هون عم بعطيني ساينسويد فيس شيفت ان تايم يعني هذا هون حطه بخط كبير تايم لكن هذه ايش هون سبيس ماشي واضح الاختلاف هاي بتفرجيني انه في فيس شيفت بينهم ان تايم هاي بتفرجيني انه في شيفت بينهم ان سبيس لما بنزلهم على الاكسس يعني اليو اوف تي ايش علاقته بالواي اكسس كيف بنزل على الواي اكسس زي ما هو مش هيك لكن هذا لما بنزل على الاكس اكسس والواي اكسس بتحلل كوساين ال 30 بنزله على الاكس اكسس وساين ال 30 بنزله على الواي اكسس مظبوط وهذا هذا نفس الشيء بنزل على الاكس اكسس لاحظوا هذا لما بنزل على الواي على الواي اكسس بنزل نيجاتيف وهذا لما بينزل على الاكس اكسس والواي اكسس بينزل نيجاتيف نيجاتيف ماشي واضحه بدي احللهم كفيكتورز يعني كل التحليل هلا هون رح يصير كفيكتورز اذا هذه هون بدي اخذ القيمه اللي موجوده هناك بس بدي اخذ الجزء منها كوساين ال 30 رح يعطيني اكس وناقص ساين ال 30 رح يعطيني واي وبالنسبه لهذا ناقص ساين ال 30 رح يعطيني المساهمه تبعتها بالواي وناقص كوساين ال 30 راح يعطيني مساهمتها في الاكس ماشي واضح؟ هذه هون رياضيه هندسه مثلثات نعمل كوساين وساين هلا هذا ما بيتحلل لانه هو مباشر في اتجاه الواي وبالبوزيتيف واي فاللي بيعطيني اياه بصير كانها الزاويه زيرو فكانه ساين زيرو وساين 90 او ساين زيرو وكوساين زيرو اذا بدنا نبدا اول شيء هلا خلينا نحلل الاسهل نبدا بالاسهل اللي هو الاكس اكسس هل في مساهمه لليو اوف تي في الاكس اكسس؟ لا لا مين راح يساهم في الاكس اكسس؟ الـ V of T والـ W of T مضبوط؟ وهاي الزاوية احنا عارفين انها 30 وهاي الزاوية احنا عارفين انها 30 بس طبعا المحصلة راح تكون نيجاتيف. إذا هذول الاثنين هذول راح يعطوني محصلتين، في محصلة راح تيجي بهذا الاتجاه وهذا راح تعطيني محصلة بهذا الاتجاه. لكنهم مش زيرو هلا لو انهم هذول كانوا in phase. لو هاي الـ U of T والـ V of T والـ W of T in phase كان راح تعطيني قطعة بهذا الاتجاه مساوية للقطعة بهذا الاتجاه، بس المحصلة تبعتهم مش زيرو ليش؟ إذا لازم نشتغل شوي شوي لازم نلاقي إكس أوف تي، إذا المحصلة إكس أوف تي بدها تساوي المحصلة إكس أوف تي بهذا الاتجاه بتساوي كوساين ال 30 في دبليو تي ناقص لانه هاي راح تطلع هناك بهذاك الاتجاه كوساين ال 30 في في او لكن محل دبليو تي محل في او تي ايش راح اعوض؟ راح اعوض هذول اللي موجودين هون زي ما هم اذا خلينا ناخذ اول شيء دبليو تي دبليو تي هي عباره عن كي هلا كل شيء راح ينضرب في كي فراح اطلع الكي برا عشان ما نضلش نعيد الكي يعني هذا راح يضرب في كي وهذا راح يضرب في كي. هلا عندي هون ساين اوميجا تي ماينس 240 في كوساين ال 30، كوساين ال 30 قديش؟ جذر 3 على 2 مش هيك؟ وهون راح يكون عندي هلا اوميجا تي، اوميجا تي راح تكون ساين اوميجا تي ناقص 240 ناقص جذر 3 على 2 جذر 3 على 2 جذر 3 على 2 بمكان اطلعهم الان فبقدر احط هون جذر 3 على 2 واشيل هذه من هون و
واشيل هذه. صار عندي ساين اوميجا تي ناقص 240. دكتور بتحاول تعوض في المعادله الثانيه الاوميجا تي. انا اخذت بدال اوميجا تي حطيتها. وبدال في اوف تي راح اخذها. عندي بعدين الثاني. هي ماينس اجت من هون نزلت. وبعدين عندي كوساين ال 30 طلعت اصلا برا جذر ال 3 راح احدد في اوف تي راح احط الان ساين اوميجا تي ناقص 120. كيف راح اكمل هلا انه هيك بدي احللها شو لازم اعمل؟ ساين اي زائد بي مش بقدر احللها؟ شو بتساوي ساين اي زائد بي؟ متذكرين؟ ساين اي كوساين بي زائد كوساين اي كوساين بي ساين بي مضبوط اوكي؟ إذا محل هدول بدي أعوض نفس الشيء هلا بدي أنتبه الإشارة، هلا عشان ما تغلب حالك بالإشارة إذا بدك خلص حط بالآلة الحاسبة كوساين ناقص 240 ساين ناقص 240 ما في مشكلة. فهون راح نحلل هدول هلا هذا راح تصير جذر 3 على 2 كي. عندي هذا راح تصير ساين A زائد B عندي ساين أوميجا T كوساين ناقص 240 ناقص محل الساين هون لسه ما خلصناش مش هيك؟ زائد كوساين اوميجا تي ساين ناقص 240 هذا الجزء الاول لسه. الجزء الثاني ماينس ساين اوميجا تي كوساين ناقص 120 والماينس كمان راح تنطبق عليها ماينس كوساين اوميجا تي ساين ناقص 120. هاي الترم الاول اعطاني 2 ترمز. الترم الثاني اعطاني 2 ترمز بس اخذت الماينس وضربتها بالتنين. مضبوط هيك؟ خلينا هلا نبسط هذول. عم يعطينا قديش كوساين الناقص 240؟ ماينس نص. كوساين 240 راح يكون هو كوساين ال 60 والهذا راح يكون ماينس مش هيك؟ ماينس راح يعطيني الماينس 240 ماينس نص. طيب اذا راح يصير عندي هلا كوساين 60 قديش نص مضبوط؟ مضبوط هيك طلع معك؟ طيب ماينس نص ماينس نص وبعدين عندي هون ساين اوميجا تي وبعدين عندي هون هذه الضربه زي ما هي هاي جذر 3 2 هذا اول واحد الثاني ساين ناقص 240 ايش طلع معك الاشاره؟ بمايكس لا لا مش مايكس ساين ناقص 240 بوزيتيف بعدين عندي هون ماينس ساين اوميجا تي بعدين عندي كوساين ناقص 120 ماينس ماينس في ماينس يصير بلس كوساين 60 نص مش هيك واخر شيء عندي هون ماينس كوساين اوميجا تي ماينس جذر 3 ناقص جذر 3 زائد هلا المفروض اثنين من هذول يقلبوا بعض زائد نص ناقص نص هاد اشطب مع هاد مضبوط جذر 3 على 2 وعندي جذر 3 على 2 مضبوط جذر 3 على 2 زائد جذر 3 على 2 شو راح يعطيني؟ جذر 3 على 3 وكوساين اوميجا تي وبرا عندي جذر الثلاثة على 2 جذر الثلاثة في جذر الثلاثة؟ ثلاثة ثلاثة على 2 واحد ونص واحد ونص هي الواحد ونص اللي كانت عندي اصلا بس لسه ما كملنا هذه بس في اي اتجاه؟ في الاكس يعني انا عمالي بقول انه المحصلة في اتجاه الاكس يعني وين اجيت اطلعت على هذا ما اطلعت على الساين بس بطلع قديش الطول اللي هون ايش بلاقي انه الطول هذا بيتغير مع الزمن؟ كوساين اوميجا تي يعني كاني عمالي بقول لو انا جبت لوكس توتش لو انا عندي هاي وهاي عمالها بتلف بسرعه معينه رحت جبت لوكس ايش بتسموه لوكس ولا توتش؟ لوكس وحطيت
حطيت اشعاعية اللوكس على هاي ايش راح اشوف؟ الطول اللي راح اشوفه لما تكون هاي الزاوية زيرو ايش ايش يعني الظل اللي راح ينشعل هون؟ كأنه منطبق على ايش في البداية هون راح يكون عندي هذا الطول مضبوط بس هذا يبدا يتحرك لما يوصل هون ايش راح يصير هذا الطول؟ واحد ونص لا لما يكون زيرو زيرو لما يكون في البداية هون ايش راح يكون؟ واحد ونص واحد ونص إذا هون لو جيت طلعت راح أشوف كوساين أوميجا تان واضح هاي اللي هو البروجكشن يعني الإشعاع اللي هون راح يصير عندي هون هذا راح يكون كوساين بعدين يرجع أو راح يبدأ هو إذا كان هون بدأ على زيرو راح يبدأ بالطول كله ينزل لزيرو يروح نيجاتيف بيرجع يروح بوزيتيف فاللي راح أشوفه على الإكس أكسس هو كوساين أوميجا تان بس مضروب في واحد ونص ماشي واضح هذا الجزء الأول الجزء الثاني إيش لازم نعمل الآن؟ بدنا ناخذ ال y of t انا بدي امحي بدي اخلي هاي النتيجه النهائيه هذا بيساوي x of t خلينا نمحي الجزء واحد خلينا نطلع الان هذا هلا في حاله الواي اوف تي ايش الكومبوننتس راح تجيني راح يجيني كومبوننت مباشره من يو اوف تي وراح يجيني هون هلا ساين نيجاتيف ساين هذا ساين 30 في هذا نيجاتيف والساين 30 في هذا نيجاتيف اذا راح يكون عندي هلا الواي اوف تي يساوي هذا راح ينزل زي ما هو اليو اوف تي مضبوط ناقص ساين 30 V of T ناقص sin 30 W of T sin 30 وsin 30 نص ونص راح يصير عندي ناقص نص V of T ناقص نص W of T هلا محل V of T ايش راح اعوض؟ هاي الكمية محل W of T راح اعوض هاي الكمية محل U of T راح اعوض هاي الكمية طلع T برا لكل الحالات راح يصير عندي هون ساين اوميجا تي ناقص نص ساين اوميجا تي ناقص 120 ناقص نص ساين اوميجا تي ناقص 240 هلا بدنا نحلل هاي بنفس الطريقه زي ما حللنا بالاول وبدنا نحلل هاي بنفس الطريقه زي ما حللنا بالاول وبدنا نخلي الساين اوميجا تي إذا هون راح يصير عندي هلا كين خلي الساين اوميجا تي هاي وهلا عندي هون نص نحلل هذا هلا راح يصير عندي ساين اوميجا تي ساين ناقص 120 زائد كوساين اوميجا تي عفوا ساين كوساين ساين اوميجا تي كوساين بعدين كوساين اوميجا تي ساين ناقص 120 هذا الجزء الاول ناقص نص واذا بدكم بقدر اطلع الناقص نص برا للكل فبضل عندي هذا الثاني ساين اوميجا تي زائد ساين اوميجا تي كوساين ناقص 240 زائد كوساين اوميجا تي ساين ناقص 240 هذا الجزء كله هون مضروب في ماينس 0.5 بسكر هون بسكر هون هلا ناخذ هدول هذه راح اخليها ساين اوميجا تي وراح اخلي الكي هون فبصير عندي كي ساين اوميجا تي ناقص نص خلينا هنا هدول ناخذهم
أول شيء عندي هون عندي ساين أوميجا تي كوساين ناقص 120 ماينس نص ماينس نص بعدين عندي كوساين أوميجا تي ساين ناقص 120 ماينس ثلاثة كوساين أوميجا تي ناقص جذر ثلاثة اثنين بعدين عندي ساين أوميجا تي كوساين ناقص 240 ماينس نص ماينس 0.5 وآخر إشي ساين ناقص 240 جذر ثلاثة اثنين المفروض اثنين يشتموا مع بعض جذر ثلاثة اثنين جذر ثلاثة اثنين ماينس بلس هاد سطب معنا نص ونص ناقص ناقص نص ونص ناقص واحد مضروب في ناقص ومضروب في نص شو بعطيني؟ عندي نص ساين أوميجا تي بلس ساين أوميجا تي شو بعطيني؟ وهذا اللي هو واي أوف تي إيش طلع معي الآن؟ طلع معي واي أوف تي ساين وإكس أوف تي كوساين مضروبين الاثنين بنفس الماجنتيود شو بعطوني هذول؟ يعني لو انا اجيت هون على اوسيلوسكوب وهذا هون الاكس اكسس وهذا هون الواي اكسس ولو دخلت على الاكس اكسس كوساين ودخلت على الواي اكسس ساين شو بنتج عندي؟ واحد ايش هاي اللي رح ترسم لي؟ هو واحد طوله واحد في كيس شو رح يرسم؟ سؤال يعني سؤال مهم انا جيت هون على الاكس اكسس حطيت كوساين وعلى الواي اكسس حطيت ساين خلينا نطلع عليها نفكر فيها في البدايه ات زيرو قديش الساين بيكون زيرو قديش الكوساين بيكون اذا اول نقطه راح تكون هون مش هيك خلينا نروح على 45 درجه ساين ال 45 قديش واحد واحد على جذر اثنين وكوساين 45 واحد على جذر اثنين قديش رح يصير الطول هذا اذا كان عندي واحد جذر اثنين واحد على جذر اثنين واحد على جذر اثنين لو عندي مثلث زي هيك هذا واحد على جذر اثنين وهذا واحد على جذر اثنين قديش هذا الطول هون؟ نص ميثاغورس ايش بقول؟ هاي بتصير مربعها قديش؟ نص ونص نص واحد جذر الواحد إذا بعد 45 درجة هذا راح يكون تحرك وطوله صار من واحد، طيب بعد 90 درجة قديش راح يصير الكوساين؟ زيرو زيرو الساين واحد إذا لو أنا دخلت كوساين على أكسس وساين على أكسس شو بعطيني؟ دائما وكوساين سكوير ثيتا زائد ساين سكوير ثيتا دائما كماجنتيود شو بيساوي؟ واحد إذا هذا المحصلة هون راح تعطيني دائرة طولها واحد طبعا هي هون طولها مش واحد هاي الواحد هاي قديش رح تكون مضروبة؟ 1.5 كي اذا 1.5 كي بتلف على السرعة والسرعة هاي طبعا متساوية واضحة هاي النقطة؟ اذا هون احنا اثبتنا رياضيا انه هذا طول المحصلة تبعت هذول الثلاثة هذول الثلاثة ان سبيس ايش بينهم؟ 120 درجة ان تايم ايش بينهم؟ 120 درجة فاعطوني شيء محصلته اذا هذه كانت كي يعني اذا بي اذا الماجنتيك فلوكس دنسيتي اللي ناتج عن واحد منهم البيك تبعها كي راح يكون الماجنتيك فلوكس دنسيتي ناتج عن الثلاثة طولها 1.5